السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. موعد مباراة أرسنال القادمة بإذن الله تعالى، أو موعد مباراة تشيلسي القادمة بإذن الله تعالى. موعد مباراة أرسنال القادمة أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. المباراة معادها بإذن الله تعالى يوم السبت 1/8/2020، 1 أغسطس 2020. مباراة أرسنال أمام تشيلسي هيكون معادها الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفرنسا وألمانيا. المباراة معادها الساعة 7:30 مساء بتوقيت العراق وبلاد الشام والبحرين واليمن والسعودية والكويت وقطر. معادها الساعة 8:30 مساء بتوقيت الإمارات وعمان. أيضا مباراة أرسنال أمام تشيلسي معادها الساعة 5:30 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس وإنجلترا، ومعادها الساعة 4:30 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. بالنسبة للقناة الناقلة هي قناة بين سبورتس اتش دي 1 وبين سبورتس اتش دي 2 من قنوات بين سبورتس، وهناك قنوات أخرى وهي ماتش فوتبول 1، تي في 3 الدنماركية، بي بي سي 1، تي ار تي 1 اتش دي، اي ار اي اي ار سبورت تي في 1، كانال 9 السويدية، ديما سبورت 2 اتش دي، سوبر سبورت، ماكسيمو 1، بين سبورتس الفرنسية اتش دي 1، بي تي سبورت 1 اتش دي، دي جي سبورت 1 اتش دي السلوفاكية، سوبر سبورت اتش دي 2 قلب، زيجو سبورت سيلكت اتش دي ماتش تي في، فياسات، جالكابالو الفنلندية، 11 سبورتس 1 اتش دي، سبايلر 1 تي في، وبي تي سبورت اكسترا 1. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم موعد مباراة أرسنال القادمة أو موعد مباراة تشيلسي القادمة أو موعد مباراة أرسنال القادمة أمام تشيلسي في كأس نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، اشتركوا في القناة وفعل زر الجرس عملاق الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.